اهلا بيكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. النهارده هنعمل ايه؟ في اول حلقتنا هنعمل طبق مقبلات لطيف جدا جدا وسريع وسهل وشكله كده حلو. وهنعمل ايه؟ في حاجه اسمها جريزون، او هي لحمه مصر بنعملها بالبقري، لكن هي الجريزون ده حيوان جاموسي بري، جاموس وحشي يعني، بيصطادوه ولحمه حلو قوي وبينشفوه بالهواء، يعني بيقددوه اوكي على الهواء. فممكن تستعملوا بسطرمة بداله، بيبقى شكله كده ومتقطع رفيع قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. معانا ايه الطبق ده بقى؟ إيه اساسه؟ ايه اساسه؟ اللي هو الجريزون ده او البقري المجفف. ومعانا جبنه روكفور او جورجونزولا. جورجونزولا غالية، ممكن نستعمل روكفور لو مش موجودة الجورجونزولا. ومعانا أناناس، ومعانا عنب وكريز، ومعانا عصير أناناس ضربينه، تضربوه أنتوا يعني، ما تجيبوش عصير أناناس جاهز من السوق، تضربوا الأناناس وبعدين تصفوه من القطع الإيه التخينة اللي فيه قدر الإمكان. ومعانا كريز زي ما قلنا، وزبدة وليمون ونشا. طيب الأول هنبتدي نعمل إيه؟ هناخد الجريزون كده أو الاير درايد بيف او البيف اللي هو يعني بيسموه مجفف بالهواء، ونحطها كده ندككها كده ونفردها، ندككها وايه ونفردها شويه بحيث انها تبقى ايه عامله كده اوكي، تبقى عامله كده بالمنظر ده تمام كده اهو. طيب وبعدين ناخد كمان حته ونحط ايه مثلا كده اهو على طول، ابتدي احطها كده على طول. بعد كده خلاص حطينا كده، هنحط نسخن الاول الطاسه بتاعتنا شويتين صغيرين اوكي، وبعدين هحط عصير الاناناس سخنه، سيب منه شويه صغيرين كده، هقول لكم ليه، علشان نحط فيهم النشا، ندوب النشا دايما، يتدوب النشا على البارد، ما تدوبوش النشا في ميه سخنه، دوبوها على البارد دايما. وايه؟ وعصير نص ليمونه. جميل. نقلب الكلام ده مع بعضه. وده يسخن ويقلب. حط عليه النشا المتدوب برضو في عصير الاناناس اوكي، لغايه ما يعمل لي صوص غليظ تتجانس بقى، تعمل لي صوص غليظ لما ايه تغلي، تعمل لي صوص غليظ اوكي. طيب هنا بقى هجيب اناناس، شرايح اناناس كده اهو، احط هنا شريحه كده وهنا شريحه كده، واجي هنا احط في دي كريزه وفي دي عنبايه اوكي، وبعدين
برضو هنيجي هنا نحط شوية. استنى هقول لكم على حاجة لطيفة، هعمل كده برضو، اجيب عنبتين واخدهم كده اهو بالطول، نحطهم كده كده اهو، وبعدين كرزايا ونشيل بذرها واحدة هنا كده واحدة هنا كده، وبعدين ناخد ورقة نعناع نحطها كده خلي بقى. استنوا بقى ده غلي عشان ما ايه تبقى ايدنا معاه على طول. اوكي وطي بقى النار، قلبته كويس، تسيبه بقى ايه يغلي 3 دقايق 4 دقايق بالكتير عشان بس ايه ما يبقاش ريحته نشا، نشا يستوي، عايزين نسوي النشا. وهديني يعني نعناع تاني كويس، شوية كابوتشا في النص بس كده، وبعدين هناخد ده بقى كده اهو جميل، احط له حتة زبدة كده اهو، طبعا ممكن تحطه بدل بقى الكريز والحدوتة دي، ممكن تحطه مثلا هرنكش، ممكن تحطوا نبق مثلا، كل الحاجات المدورة الصغيرة الحلوة دي توت يشتغل، كل ده يبقى حلو. خلاص كده ايه اول ما الزبدة تدوب خالص خلاص كده الصوص بتاعي جاهز. اخده بقى بمعلقة كده اهو، وايه نحطه كده كده اهو، وبعدين اخد الجبنة بقى، ناخد شريحتين من الجبنة بالراحة عشان ما تكسرش منكو، عشان بتبقى لازقة في السكينة، تشيلوها بالراحة بالراحة. اوكي كده اهو، هنحط هنا واحدة وواحدة تانية الناحية التانية بالراحة، جورجونزولا جبنة طرية وبالراحة. اوكي اوكي وبعدين خلاص هنشيل دي، ناخد بقى ايه رشة زيت زيتون كده اهو هنا اهو، ممكن بقى ايه نزود شوية هنا كابوتشا عشان الطبق يتعادل. اوكي وبعدين ناخد حتة طماطماهم كده اهو، واخد اللب بتاعها اهو واحطه هنا، ونقدم الطبق بتاعنا طبق مقبلات بالهنا والشفا. نطلع فاصل ونرجع شوف هنعمل ايه بقى بعد الفاصل مع بعض، هنعمل كولاتا بتلو
بطريقه جميله جدا جدا جدا. استنونا بعد الفاصل، نعود بعد الفاصل. اهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنعمل قطعة من اللحمة الـ سواء بقري او لا، انا بفضلها تكون الحقيقة بتلو، كولاتة بتلو، هي مش حتة كبيرة قوي، بتاعت كيلو مثلا، لما يكون العجل كبير تبقى مثلا كيلو وربع حاجة كده كويس. بنقعها في عصير عنب، ومثلا لو لتر عصير عنب بحط عليه 4 معالق كبار خل عنب كويس. انقعها كتير، انقعها اوفر نايت يعني ابيتها اوكي في الكلام ده. وبعدين انشفها الاول، خدها كده انشفها الاول كده اهو. بعدين اتبلها بقى ايه؟ بملح وفلفل. يستحسن بقى الفلفل هنا يكون فلفل ابيض، خلي دي جنبنا هنا اوكي، انما فلفل اسود يشتغل ممكن، بس انا افضل فلفل ابيض. ادي شويه ملح، بصوا بقى الملح احطه هنا كده وعليه الفلفل. الابيض كده اهو، نخلط الكلام ده مع بعضه كويس، وبعدين ادعكها بالحدوته دي كده. تمام. وبعدين انا عندي ال صينية سخنة، تمام، حط فيها شوية زيت عادي، مش زيت زيتون، زيت عادي، وشوية زبدة مش كتير قوي بس كده عشان اشوح فيها اوكي، وشوية زبدة وعشان الزبدة ما تتحرقش اوكي كده اهو. ناخد مثلا اوكي احط بقى الكولاطه كده اهو، وبعدين اقلبها الناحيه الثانيه يعني بس تش تش كده كويس، واقلبها ايه على الناحيه الثانيه. اوكي بنقفل المسام بتاعتها اوكي خلاص. احط بقى معاها كرات وكرفس وبصل زي ما هو كده، مش لازم لا تعمل يعني مش لازم تقطعوه، ها كده اهو، وتوم صحيح برضو اوكي، وجزر وايه كمان ايه كمان، بس هي كده اخد بقى شويه من ده بمغرفه كده احطه معاها، واطي النار عليها خالص اوكي، واخدها كده بس شكرا كده بقى ايه، ادخلها الفرن على درجة حرارة 180 تقعد لها نص ساعة. طبعا هشيل الغطا وبعدين
ربع ساعة كمان. الأول كده، لا باردون، عشان تقعد نص ساعة وتبقى شغلها زي الفل أغطيها بفويل الأول. أوكي؟ أغطيها بالفويل الأول. أوكي؟ ونخلي اللي بيلمع جوه والتاني بره. أوكي؟ يلا نص ساعة كده وربع ساعة مكشوفة. كويس، هي تقعد لها نص ساعة بقى وبعدين اكشفها واسيبها ربع ساعة كمان. وفي هذه الأثناء احضر الصوص اللي هعمله معاها. صوص لطيف قوي قوي قوي، شيل ده، صوص لطيف قوي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بولايه وهحط ليمون وعسل ندوبه كويس مع بعضه. معلش ياخد منكم شوط وقت، دقيقتين كده ولا حاجة ندوب فيها كويس. احط لها بيكان او جوز عين جمل يعني مبشور. تمام بس، واسيب الصوص ده شوية مع بعضه كده. بس كده اوكي. يبقى ده ايه الصوص بتاعنا اللي هنحطه معاها. نشيل الكلام ده وهنعمل انا عندي هنا قشطه، قشطه، وعندي جبنه ماسكربون. احط القشطه على الجبنه الماسكربون او الجبنه الماسكربون على القشطه، واعمل حسابي ان انا اخدها من غير ميه. ومعاها كده اهو اوكي. هنضرب الكلام ده مع بعضه يتقل كده. وبعدين هجيب مشمش، يعني ثلاثة مثلا مشمش من المشمش اللي بيسموه ايه مجفف، واقطعه مكعبات صغيرة. اوكي، تقدروا تحطوا اي فواكه مسكرة معاها كمان، يعني مثلا ممكن تجيبوا فواكه مجففة وبرضو متقطعة صغير كده، صغير صغير، تحطوها معاها. كده يلا نحطهم كده وايه ونقلبهم كويس مع بعض. طيب دلوقتي هي احنا ايه اللحمة زي ما قلنا بتقعد نص ساعة نغطيها، وبعدين بنفتح عليها الغطا ونسيبها كمان ربع ساعة. دلوقتي هي زمانها بقت 10 على 10، نروح بقى نطلعها وإيه ونقطعها. بسم الله.
اللحمة البتلو مش محتاجة سوى جامد يا جماعة، ما تسوهاش قوي وإلا هتبقى دمها تقيل في الأكل، من فضلكم. اهو وفين البتاع ده؟ اهو يلا نقطع كده ما شاء الله. حلو قوي كده. ايه غرفنا حتتين لطاف قوي. الصوص اللي عملناه الاول فاكرينه، اللي هو عسل وليمون وجوز او بيكان مكسر يعني مفتفت كسر، هحطه على اللحمه واحط معاه صوص. احط الجبنه الاول اللي هي، لا عايزه معلقه بقى دي، يعني دي معلقه بقى كده. ناخدها معلقه كده اهو، نحط هنا كده غرفايه. اوكي غرفايه اوكي تمام. معلقه تانيه، اخد بقى الصوص ده ونعمله كده كده. تمام. وبعدين هناخد بيكان، نحط على اللحمة بيكان، وهنا بيكان، وهنا بيكان، ورقة نعناع كده اهو، وورقة الناحية التانية كده اهو. وممكن بقى تعملوا ايه؟ ممكن تاخدوا مثلا جزر من الصوص بتاعها وتحطوه جنبها، وممكن تاخدوا صوص من اللحمة نفسها اللي بتاعها صوصية كده صغيرة. بس كده بس كده، ونقدمها كده بألف هنا وشفا، ونقول لكم بكده ختمنا حلقتنا بألف هنا وشفا. ابقوا معنا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص.